نبدأ نوصل الكهرباء. بفضل الله زي ما حضراتكم شايفين طبعا بفضل الله البروسر اشتغل. سحبة الامبير 2 لاحظ كده 2.8 2.7 يعني 3 امبير، ده طبعا الطبيعي بتاعه. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله جايب لكم مشكله في احد اجهزه التكييف. زي ما احنا شايفين طبعا المشكله باذن الله يعني هنحاول نحلها مع بعض. ليه بقول هنحاول؟ لان ممكن المشكله زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي في الفيديو باذن الله ممكن تتحل وممكن ما تتحلش. في بعض الاحيان المشكله اللي معانا دي بتتحل بفضل الله رب العالمين يعني بنسبه 70% او 80%، وفي بعض الاحيان للاسف ما بتتحلش. خلينا نخش في الموضوع على طول. المهم مش عايزك تستغرب من اللي هيحصل في الفيديو قدامك، ولكن انا بحاول اعرض عليكم المشكله والحل بفضل الله بمنتهى الامانه والوضوح. عموما عشان ما نطولش في المقدمه خلينا نخش في الموضوع على طول. الجهاز اللي معانا النهارده جهاز شارب 1.5، فكان شكوى العميل ان الوحده الداخليه بتشتغل ولكن الوحده الخارجيه ما بتشتغل. طبعا قبل ما الجهاز يتفك من عند العميل يعني تم الكشف على الجهاز، ووجدنا ان الجهاز بيسحب امبير تقريبا 30 امبير. طبعا 30 امبير يعني ده رقم مش صغير، يعني كافي انك تقول ان الكمبريسور او الضاغط يعني محروق. طبعا يعني ممكن لو الجهاز بيسحب 17 او 15 امبير ممكن تشك في الكباستور. بالفعل تم تغيير الكباستور وبرضو الجهاز بيسحب نفس الرقم 30 امبير. الكلام ده طبعا هنشوفه قدام حضراتكم دلوقتي عملي. هنجرب الجهاز، هنحط وصل التجربه ونبدا ندي الجهاز 220 زي ما احنا عاملين دلوقتي. احنا طبعا حاطين وصل التجربه، دول طبعا طرفين كهرباء، وهنبدا ندي الجهاز كهرباء او نوصل على الجهاز كهرباء 220 ونبدا نحط بنسة الامبير. حددت انا طبعا الطرف بتاع السي زي ما احنا شايفين بالشكل ده، تمام، وهبدا احط بنسة الامبير تمام زي ما حضراتكم شايفين، وبعد كده هبدا اظبط بنسة الامبير على وضع الامبير. يفضل ان انا اظبطها على ال 200 امبير على اساس ان الجهاز زي ما احنا قلنا بيسحب 30 امبير، فلو ظبطت على 20 يعني الرؤية مش هتبقى واضحة معايا، والجهاز مش يعني البنسة مش هتديني اكتر من 20 كقراية. نبدا نشغل كده الفيشة ونشوف الجهاز. زي ما حضراتكم ملاحظين في زنه في الجهاز وفي 30 امبير 29.6. نفصل الجهاز، الجهاز فصل طبعا اوفرلود واحنا كده شلنا الفيشه خلاص. فكده المشكله في الموتور نفسه او الكمبرسور. المشكله دي طبعا يعني بفضل الله بنسبه 80 او 90% بتتحل بفضل الله معانا. هنجرب دلوقتي مع بعض الموضوع ده، وهنبدا نفك الجنب ده بتاع التكييف ونطلع الموتور من داخل التكييف. خلينا نوضح كده حاجه مهمه، يعني عمال ما الموتور يطلع من الجهاز ايه سبب المشكله؟ انا عايز دلوقتي اسال سؤال لنفسي كده كعميل، ايه سبب المشكله؟ بعد الكشف والبحث في الموضوع ده اكتشفت ان العميل هو السبب. ازاي؟ انا قلت الموتور اكيد في مشكله، فاكتشفت غير كده. اكتشفت ان العميل كان راكن الجهاز سنتين او 3 سنين، الله اعلم كان مسافر، قال لي الجهاز كان مركون فتره. فاللي اكد لي الكلام ده ان حصلت المشكله دي في جهاز كارير من فتره، ونفس المشكله بالظبط لما جيت سالت العميل فعلا قال لي الجهاز كان راكب في غرفه، والغرفه دي ما كناش بنستخدمها. فاكتشفت ان ركنه الجهاز في النهايه يعني بتؤدي ان الاجزاء الميكانيكيه بتتعطل. ولذلك نصيحتي انك انت الجهاز بتاعك لو بارد بس مش بارد سخن، طبعا بارد سخن هتشغله في الشتاء يعني تمام، لو بارد بس حاول انك انت تشغله في الشتاء ولو مره او مرتين بحيث ان الاجزاء الميكانيكيه ما تتعطلش. بس دي كانت نصيحه سريعه حبيت ان انا اوجهها لحضراتكم، وتحياتي طبعا ليكم. يلا نرجع تاني مره تانية للموتور اللي احنا شغالين فيه ده. طبعا يعني ممكن حد يشوف الموضوع ده يعني غريب شويه، ولكن هي محاولات انت ممكن تكتشفها مع الوقت ومع الخبره مثلا في الشغل، وبتنجح احيانا وممكن تفشل احيانا، مفيش مشكله. يعني المهم احنا بنوصل في النهايه ان الجهاز بيشتغل والعميل بيبقى مبسوط، وبنوفر يعني مبلغ كبير جدا على العميل كان ممكن يدفعه يعني. فهنبدا بالطرق على الكمبرسور زي ما اتكلمنا من شويه. بنجهز طبعا المطرقه بتاعتنا، مفيش مشكله، اي مطرقه يعني بتكون بس يعني حاجه ضخمه شويه على اساس ان يعني الموضوع ممكن يبقى فيه بس شويه صعوبه. اهو مطرقه ومطرقة تانية تمام. انا مش عايز حد يستغرب من اللي هنعمله دلوقتي. طبعا دي مش هقول لك اسرار مهنة واسرار صنعة والكلام ده كله، لكن انا الموضوع ما يفرقش معايا يعني. الحمد لله الواحد ما بيبخلش باي معلومة يقدر يفيد بيها حد، ولكن كلها حاجات يعني حاجات عملية من السوق. انت ممكن يبقى عندك طريقة تانية افضل من اللي انا بعمله ده.
اكتب لنا برضو في تعليق لو انت عندك طريقة تانية ممكن نحل بيها المشكلة دي. برضو احنا بنحاول يعني نفيد ونستفيد مع بعض. عشان ما نطولش خلينا نبدأ كده. نبدأ زي ما احنا شايفين طبعا بعملية الطرق الخفيفة كده. نبدأ نشغل زي ما حضراتكم شايفين برضو الامبير 17 بدأ الامبير ينزل شوية. طبعا الكلام ده ما بنعملوش مع اي تكييف يعني. طبعا التكييف بس اللي هو مش مؤدب وما بيسمعش الكلام بنعمل معاه الحركات دي طبعا. لكن طبعا التكييف بيشتغل على طول ما بنحاولش ان احنا نستخدم معاه الاساليب العنيفة دي. من كلامك انا بمزح طبعا يا جماعة. بحبكم في الله طبعا ونحاول ان احنا نديكم كل معلومة وكل خبايا المجال اللي احنا تعلمناها على فترات طويلة. اللي هو صوص طالع. يلا بسم الله. بسم الله. لاحظنا طبعا ثبت لي كده بنس الامبير عشان الناس تشوف. هنا طبعا الامبير وصل 14 كان طبعا 29 30 فيعني احتمال في امل ممكن يشتغل. برضو الجهاز مش شغال او الكمبرسور مش عايز يشتغل. كده احنا هنضطر ان احنا نفك التلات صواميل ونطلع الكمبرسور او الموتور بره الدايرة خالص ونعمل نفس التجربة ولكن خارج الجهاز لان الموضوع هيبقى فيه صعوبة شوية واحنا وهو الموتور راكب يعني. فهنحاول نطلع الضغط ونعمل نفس التجربة وهو الضغط بره الجهاز. طبعا زي ما حضراتكم شايفين خرجنا الكمبرسور بره ووصلنا التوصيلات بتاعه الكمبرسور السليمه بتاعتنا. هنبدا نحط بنس الامبير بتاعتنا على طرف السي بالشكل ده كده. هنبدا نجيب طبعا العده بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها في عمليه الطرق وهنبدا نوصل الكهرباء واحنا شغالين. نبدا نوصل الكهرباء زي ما حضراتكم شايفين طبعا بفضل الله البروسر اشتغل. سحبة الامبير 2 لاحظ كده 2.8 2.7 يعني 3 امبير. ده طبعا الطبيعي بتاعه. ممكن نفس الكهرباء خلاص زي ما احنا قلنا من شوية في البداية في اول الفيديو قلنا بنسبة 90% ممكن يعني المحاولة تنجح ممكن تفشل لكن بفضل الله المحاولة نجحت وقدرنا ان احنا نشغل الموتور ونشغل الكمبرسور. كده بفضل الله احنا اتاكدنا طبعا ان الاجزاء الميكانيكيه بتاعته هي اللي كانت فيها المشكله وهي اللي كانت زي ما احنا بنقول يعني حصل عمليه القفش او القفش ميكانيكيا يعني ان الاجزاء ماسكه في بعضها ومش قادره تتحرك مع الطرق الخفيف البسيط. زي ما حضرتك شفتوا بدات الاجزاء الميكانيكيه تتحرك وبدا الكمبرسور والضغط يشتغل مره ثانيه. لكن لو كانت المشكله طبعا مشكله ملفات للاسف كان الموضوع هيبقى فيه صعوبه زي ما اتكلمنا. هنبدا نرجع طبعا كل شيء مكانه. هنرجع الضغط ده والكمبرسور في مكانه ونبدا نثبته في الجهاز مره ثانيه ونبدا نشغل الضغط هو في الجهاز باذن الله وهنشوف الكلام ده مع بعض خطوه بخطوه ان شاء الله. طبعا حطينا بنس الامبير على اساس ان احنا بعد ما ركبنا الموتور ولحمنا اللحمات بتاعتنا طبعا هنجرب الجهاز مع بعض دلوقتي ونشوف سحبه الامبير. نبدا نشغل. طبعا لو لاحظنا سحبه الامبير طبيعيه جدا. الكمبرسور طبعا ساحب 2.9 3 امبير يعني مش محصل 3.5 حتى امبير طبعا لسه عشان الجهاز فاضي يعني مفيش فريون.
طبعا احنا كده بفضل الله قدرنا نشغل الكمبروسر او الضغط اللي كان يعني شبه محروق او شبه ان العميل كان ممكن يغيره بواحد جديد. قدرنا بفضل الله نوفر على العميل حوالي 1800 جنيه او 1900 جنيه، يعني ما يقرب مثلا من 150 دولار او لغايه 200 دولار تقريبا وفرناهم على العميل. عموما انا مبسوط جدا ان قدرت اوصل لكم معلومه كويسه او معلومه جديده، يمكن مش هقول انا متميز بيها في اليوتيوب، ولكن يعني الحمد لله رب العالمين، ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى ودعمكم ليا في القناه. اتمنى كل اللي بيشوف فيديوهاتنا وبيستفيد منها ولو بمعلومه بسيطه تنزل تشترك وتفعل مفتاح الجرس عشان يوصلك كل اشعارات بكل الفيديوهات اللي بننزلها. اشوفكم ان شاء الله في معلومه جديده وفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.